بليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ظروفك انت اللي اخترتيها وسبت الدنيا كلها عشان خاطر المغنى اللي لحس دماغك. عم فكر كمان جيب كم غرض للاوضه بدي رتبها لتصير اوضه نادية، لانه طنط كانت عم بتقلي ونحن هونيك انه لازم نادية تبلش تنام لحالها. تعالي لسه شوي. ازيك يا عزيز؟ ازيك انت يا صوفيا؟ احنا كنا بنقفل بس لو تحب تدخل تشرب شاي او حاجه. لا معلش اصلي متأخر. واضح ان ملك الكتابة حاضر. انا اسف على الخطأ. تشغلش بالك. الظاهر ان احنا لازم طول الوقت تبقى في حاجة بيننا نعتذر عنها لبعض. يا اختي هو حد يكره الفلوس تزيد؟ بس هتزيد منين وهي قعدت من الشغل؟ وانت يا اختي عارفة البير وغطاه؟ اخوك مكفي البيت بالعافية، فمعهوش مليم زيادة يميل عليكي بيه. مستورة يا فكية، أنا نزلت أدور على الشغل تاني يوم سبت فيه الشغل. بالصدفة عرفنا انكم فاتحين من هلا. ده حزنا عشان نشوفكم. قولي لي، هي الحاجات اللي موجودة اتعملت النهاردة ولا صوفيا عاملاها من امبارح؟ صراحة النهاردة معدتي تعبانة ومش قادرة اتعبها اكتر. ممكن حضرتك تجربي ولو في أي حاجة مش عاجباكي هغيرها لك. أجيب لحضرتك إيه؟ كرواسون شاي.
والأمورة الصغيرة مش هنجيب لها حاجة هي كمان؟ لا ميرسي. خس عليك يا عايدة، مش تجيبي لها كرواسون هي كمان ولا جاتوه؟ احنا عندنا حاجات كتير ليها يا مدام عايدة، ممكن كراوية أو ينسون أو نعناع. بعد ما جربت لها الأعشاب. عموما لو أخدت أعشاب بالذات بالليل هترتاح أكتر في النوم. إن شاء الله. تأمره بحاجة تانية؟ لا ميرسي. باين عليها الهانم مربية أجيال وإحنا مش دريانين. أنا صوفيا جت أهي. صباح الخير. صباح الخير صوفيا، إزيك؟ كويسة خالص. شكلك حلو قوي النهاردة. متشكرة. شوفوا بقى، أنا عازماكوا على كل اللي هتاخدوه النهاردة، بمناسبة إن إحنا بقينا بنفتح يوم الأربعاء بدري. ميرسي بوكو. بالهنا والشفا. ميرسي. يظهر تطنك ده كان عندها حق. بس بقى انت عملتي لي مشكله بسبب هالموضوع. انت اللي ساذجه وما عرفتيش تردي على فريد. تعتذري ايه وزعلتي مين؟ طب بصي بصي خليه يجي يشوفها علشان يعرف ان لا في زعل ولا في بالها خالص من الاساس، وانه في شيء مفرحه بالزياده اليوم. اه يا لقي، طبعا كان لازم نبقى اصحاب. اتفضل. دكتور فريد، في حد جاي عايز يقابل حضرتك. اتفضل يا فندم. اهلا اهلا. اهلا. صدقي بيه. اهلا. اتفضل. انا اسف اني جيت لك من غير ميعاد، لكن سالت عليك في البيت وعرفت انك هنا، فقلت اعدي عليك عشان محتاج اتكلم وياك ضروري. بخير صدقي بيه، هو في حاجه؟ الموضوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده اللي يخص القلب. بعتذر لحضرتك، اصل الحب ده بيخلي الواحد عامل زي ما يكون عيل صغير من جديد. قولها ما تخجلش. انا كنت هقول زي ما يكون دفي من بعد البرد. اول مره انتبه انك مرهف الاحساس كده. في مشاعر تكاد تحلف انك تسمع لها صوت، زي ما تكون جواك مزيكا بالظبط. نعمات بتخليني اشعر بكده. هي نعمات هانم بتكننك نفس المشاعر؟ ما هي ممكن تكون بتكنلي اه، انما مش هي دي المشكله. هي هانم اه، انما هانم في اخلاقها. يعني هي ما بتنتميش للطبقة الاجتماعية بتاعتنا. هو فرق كبير؟ كانت بتشتغل في قسم النظافة في الأوتيل، واستقالت بعد ما بحت لها بمشاعري. إنما مكانتها الاجتماعية ما تقللش أبداً من جوهرها كإنسانة. وبالنسبة لي ده اللي بيوزن الناس. وحضرتك مفكر في إيه؟ أنا راجل ما بفكرش غير في الوضع السليم يا فريد. أصل أنا في سن ووضع ما يسمحش أبداً بأي شكل من أشكال العلاقات غير الجواز. يعني مفكر تتجوزها؟ أنا اتقدمت لها بالفعل، وعشان كده محتاج مشورتك إزاي أفتح نبيلة في الموضوع. أنا متخيل حجم المشكلة، علشان كده بدي تساعدوني أنت وعادة نخليها تتقبل الفكرة. المشكلة هنا مشكلتين. أولاً إنها تتقبل الفكرة، ثانياً إنها تتقبل الشخص. وحضرتك عارف قد إيه ده صعب. جرى إيه يا فريد أمال؟ ما أنا جاي لك تساعدني، تقوم مقفلها في وشي كده. أنا آسف بس قصدي إنه صعب إنها تعرف الموضوع ده من حد غير حضرتك. وإلا غضبها هيبقى أكبر بكتير. إحنا ممكن نفكر سوا إزاي تقول لها بطريقة تخليها تقبل الفكرة. إنما حضرتك مش أي حد تاني. شوف لي صدقي بيه فين الله يكرمك؟ هيكون راح فين بس؟ دي تعبانة خالص ومش عارفة أعمل بيها إيه؟ وصلتي له؟ يا لهوي، معقولة؟ مش عارفة شو أعمل فيها، ما في أخدها معايا على المستشفى، كتير بهدلي عليها. لا سيبيها وما تقلقيش خالص.
طيب هي اكله ومغيره وكل شيء تمام، وبشنطتها في كل شيء غيار اذا عايزه. انا رح اروح على المستشفى على طول اخذ نبيلة عند فريد وارجع. يلا يا ست عايده، ست نبيلة تعبانه خالص وبتتقيا في الشارع. روحي روحي روحي. لازم تبات النهارده في المستشفى، وده امر طبعا يرجع لكم. شكرا يا دكتور. خير يا فريد؟ في ايه؟ حصل ايه؟ مالها نبيل؟ اطمن ما تتخضش، اطمن هتبقى كويسه. طب فهمني عندها ايه؟ نازله معويه حتى. من شو هيدا؟ يمكن جالها برد في فم المعده، ويمكن بسبب تغيير الجو، بس مفيش حاجه خطر. هي بس عندها حاله هبوط بسبب كتله الترجيع. دي كانت مفرفره مني خالص، ده انا حتى نزلتها متسنده. هيدوها محلول جفاف وهتبقى عال. الدكتور بيفضل انها تبات هنا النهارده، بس انا بقول نروحها وانا هعمل معاها لازم في البيت. أمين تعال عايزاك وحياتك. بس بسرعة أحسن، مسيو رمسيس لو ما لقانيش في الصالة هيطين عيشتي. ما تخافش ما تخافش، هات لي إزازة تانية بس من غير ما حد ياخد باله. أنت مخلصة إزازة كاملة ولسه ما طلعتيش على المسرح؟ لا لا، دي من امبارح، أنا ما شربتش غير كاسين بس من ساعة ما جيت. ما أنت عارفة إنه محرج علينا نسيبك تشربي قبل النمرة بتاعتك. وأنا بقى مزاجي ما بيتعدلش غير لما أشرب قبل النمرة بتاعتي. مش عاجبه يمشيني. إزاي؟ هو أجوني بقى أجوني من غيرك؟ ما يبقاش، عشان كده لازم يبطل يضايقها علينا، بدل ما نقعد نتسرسل من تحت إيده واحدة ورا التانية. وأديك شايفة أهو جليل، أول ما جات لها الفرصة ما فوتتهاش. بس أنا الحقيقة انبسطت لما لقيتها قاعدة معايا، إنك وافقت، فتحت دماغك، ما وقفتش قدام مستقبلها. ولا أنت ما وافقتش؟ لا طبعا وافقت. امال هي كانت قاعده معاه ازاي يعني؟ انا هجيب لك كاس واحد بس. يلا. طيب استعجل شويه يا فريد. اكيد صوفيا رايها كويس. مهما رعتها هي مش معوده تقعد مع حدا غريب، زمانها ما وقفت بكى. دكتور فريد. أهلا. ازيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. لسه مين؟ لسه كيفه؟ إن شاء الله ما كنت حابة تكون معاه. لا لا أبدا، إحنا قضينا وقت جميل مع بعض. طيب فيك تضلي حملتيها بس لكن جبت لها أغراضها. أو إذا فيك تعطيها لبيا هو وراك. هو انت مالك الليله دي؟ ماليش. هو انا مش عارفاك؟ عارفاني بصحيح يا جليله. وده اسمه ايه ده؟ عارفه المثل اللي بيقول تعرف فلان؟ قال له اه. عشرته قال له لا. قال له يبقى ما تعرفوش. ايوه انا بعرفك ومعاشرك بقالي قد كده يا جليله، وبرضه ما اعرفكيش. عايز تعرف ايه؟ اللي انت عايزه تعرفيه لي، او اللي المفروض ابقى عارفه. في ايه المفروض ابقى عارفه وما اعرفوش يا جليله؟ انت جرى في مخك حاجه؟ دراعي يا امين وجعتك؟
أنا آسف. حقك عليا. حق أنا بأخده منك إزاي؟ ما تقول في إيه على طول؟ قلب وشك من أول الليلة وكل ما أسألك فيه إتلاوع. مستنيك أنت تقولي لي. عمال أقول هي هتيجي تقول لك دلوقتي. هتلاقي فرصة في وسط الرغي وترمي لك كلمة. لكن مضايق قوي إني بلف وأدور. طب والكذب اللي أنت بتكذبيه ما يضايقنيش؟ ساكتة ليه؟ أنت عارف أنا بتكلم على إيه صح؟ عارف. زي ما أنت عارف أنا ليه ما جيتش قلت لك في وقتها. للدرجة دي خايفة مني؟ للدرجة دي مش قادرة على الخناقة اللي بنتخانقها كل يوم يا أمين. أنا مليت وكنت محتاجة أفكر من غير خناقة. تفكري؟ كنت ناوية تقابليه كم مرة بقى لحد ما تفكري؟ وناوية تكذبي عليا وتستغفريني كم مرة؟ أنا ما كنتش ناوية. أنت ما كنتش همك غير نفسك والحلم اللي أنت بتجري وراه ومحدش شايفه غيرك. هتخسري كل الناس زي ما خسرتي أهلك. تعيرني يا أمين؟ أنا بوريك إنك بتكذبي على البني آدم اللي أنت مفهماه إن هو بقى أهلك هنا واللي كان عايز يبني معاكي بيت. أستأمنك على بيتي إزاي وأنت بتكذبي عليا في حاجة أصلاً مش هتحصل؟ هتحصل. الراجل بيفتح تياترو جديد، يعني هيكون في بدل الفرصة 10، ومش ليا أنا بس، ليك أنت كمان. أنا مش مستني فرص من حد. طب أنت هتمشي قبل ما نخلص كلامنا؟ كلام بيني وبينك انتهى يا جليلة. من ساعة ما عملتي اللي انت عملتيه من ورايا وانت قطعتي آخر حبل بيربط بيني وبينك. وعشان الحبل ده يتوصل، ده إذا انت كنت عايزاه يتوصل. عايزاه يا أمين. يبقى لازم تعرفي إن الحاجة الوحيدة اللي هتخليني أسامح أو أغفر إنك تشيلي الموضوع ده من دماغك. أيوة بس، طب خلاص خلاص. أنا هقوله إن أنا محتاجة وقت أفكر. مش موضوع التياترو اللي في مصر، موضوع الغنى والتمثيل من بابه. تفاجئ نفسك أحيانا بما تسكت عنه أو تتجاهله. ولكن الحقيقة تظل حقيقة مهما ثقل وقعها عليك، مهما تجاهلتها أو حاولت التكيف معها. لا يخفض صوتها أو ألمها. تفاجئ نفسك أحيانا بصبيانية لا تعرف مصدرها. قد توجد ألف مبرر لفعل غير مبرر، كقول نصف الحقيقة أو إخفائها بلا تعمد أو بتعمد لا تدركه أنت نفسك. Thank you.
شكلي قلقت نومك واحنا ما صدقنا انك تغفلي. انا ما جاليش نوم من اساسه. طب وبعدين؟ ولا قبلين. هو لما هيهدى هتلاقي. هو قالها بصريح العباره، مش هيهدى غير لما اروح واقول له ان انا مستكفيه بيه وان انا مستعده اسيب كل حاجه عشانه. ما هو ما قالش كل حاجه برضو يا جليل. هو انا حلت غير شغل يا كريمه؟ انا نسيت اقول لك على قصه دكتور فريد ده. كمان عنده قصه؟ مش طلع متجوز ومخلف وعنده بنوته زي القمر، ومراته ست شيك وحلوه. عمرك ما تفكري ان ممكن جوزها يكون بيعرف واحده عليها؟ ما حدش عارف ظروف حد. صحيح، بس ده ما يمنعش ان هو نزل من نظر، ان انا هحط حدود لطريقه التعامل معي. يا شيخه حرام عليكي، ده الراجل من كتر ما كان حاسس انك مش هتسلكي في شغلانه التياتر وسعى لحد ما جاب لك الشغل اللي انت فيه دلوقتي، وكان قايل ما اجيبلكيش سيره. هو اللي جاب لي شغلانة؟ فريد. فريد خير؟ في حاجة؟ نادية كويسة؟ نادية منيحة، أنا اللي مش منيحة، حاسة إنه حرارتي عالية. دي سخنة جدا. طب ارجع على سريرك وأنا هجيب الترمومتر وأحصلك. افطرتي؟ لا. إن شاء الله هيطلع دور برد بسيط، بس بلاش تشيلي نادية على حسن تتهدي. حاضر. صحيح نسيت أقولك، الزبدة قربت تخلص. بالليل قبل ما نقفل هعمل جرد عشان أحضر لستة بالطلبية الجديدة. معلش هأخرك معايا شوية النهاردة عشان أعلمك الجرد بيتعمل إزاي. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على ثقتك فيا، ولا عارفة أشكر الدكتور فريد إزاي على إنه عرفني عليكي وإنه جابني هنا أصلاً. ثقتي فيكي عشان أنتي شاطرة وفريد طيب وخدوم، ما يشوفش حد محتاج حاجة ويتأخر عليه أبداً. أه والله صحيح، ده كان بيساعدني مع إنه ولا هو يعرفني ولا أنا أعرفه. ده أنا حتى ما كنتش أعرف إنه مدام عايدة مراته، وهو كمان ما بيلبسش دبلة. بيقول ما بيحبهاش، بتضايقه، مع اني بقوله ان لازم يلبسها عشان كل الستات بتوع بورسعيد اللي كانوا منمرين عليه علشان بناتهم يعرفوا انه ما بقاش عازب خلاص. هو يعني كل ده لسه ما كانوش عارفين؟ كل ده ايه؟ فريد متجوز عايده بقاله 3 شهور بس. يعني ناديه مش بنته؟ عايده كانت اصلا مرات اخوه، الحرام مات وهي حامل، بعد ما خلفت بشويه اتجوزوا. الراحه خلصت، في ناس جت لمنتي الحاجه على بال ما اشوف طلباته. اول ما يفوق من البنج بلغيني واكدي لي ميعاد العمليه بكره. هي حسابات المستشفى مش هيلك الهم قوي كده؟ انا باين على الهم قوي. تعرف ايه عن المشوار اللي بتروحه صوفيا كل اسبوع؟ ليه؟ ليه ايه؟ ليه بتسأل دلوقتي؟ صوفيا بتقفل المحل كل يوم 4 بقالها شهور. ايه اللي فكرك النهارده؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ ما اعرفش وما سألتهاش، لانه لو كانت عايزه تقول كانت حكت من نفسها. يمكن يكون شيء شخصي. يبقى ليهم حق في كل اللي بيتقال عليها، ما دام هي مصممه ما تقولش وتخبي الحقيقه. طالما مصره ان الموضوع يفضل سر يبقى اكيد في حاجه غلط. نفرض لو كان في حاجه. بقول لو لو فيهاش لو، انا مش هستحمل كده تاني. زمان اللي ساعدني وخلاني اقدر اخرج من الموضوع ان هي لما اتجوزت سابت البلد ومشيت، انما انا مش هقدر اشوفها كل يوم قدامي وانا عارف ان هي مش ليا. وهي دلوقتي ليك يا عزيز،
أنا راضي إنها مش ليا، وعارف إن أنا مستحقهاش، بس برضه مستحقش أشوفها مع حد تاني. ده ألم يا فريد أنا ما أقدرش عليه. اتفضل. أنا آسفة يا دكتور، جاي لحضرتك تليفون من البيت، الزهر حاول يتصل بحضرتك أكتر من مرة حضرتك في العمليات. وقف هنا يا زكي. هو حضرتك داخل الأوتيل؟ لا، ما أنا قلت لك إني النهاردة مفرغ نفسي ليكي. طب حضرتك لو مش داخل الأوتيل بلاش نركن هنا عشان محدش يشوفنا. ما احنا ما رحناش نقعد في حتة لحسن حد يشوفنا، ومش راجل تتفضلي في مكتبي لحد يشوفنا. نروح فين طيب؟ ما احنا بنلف بالأوتومبيل اهو. استناني دقيقتين يا زكي، هروح اجيب حاجة وراجع. اتفضل. روح انت يا زكي، هسوق انا. تحت امرك يا فندم. اتفضلي اقعدي قدام. حضرتك اطلع بقى لحد يشوفنا. نعمات، اولا بلاش موضوع حضرتك ده. ما هو حضرتك لساني متعود على كلمه حضرتك. يبقى عوديه على حاجه تانية. وبعدين انا نفسي اسمع اسمي منك. ثانيا انا ما يضايقنيش انه حد يشوفنا، انا بس مراعي انه ما فيش بينا لسه حاجه رسميه، وانت ممكن ما تبقيش عايزه حد يشوفنا، يعني علشانك انت مش علشاني انا. ودي سلسه. أنا كنت بشوفك وأنت بتعدي من قدامه وبتشتري منه ورقة اليانصيب. حضرتك أنت عارف أنا بشتري الورقة دي من إمتى؟ أول ما جيت الأوتيل؟ لا، من أكتر من كده بكتير، من وأنا عندي 17 سنة. وكل مرة كنت أشتري الورقة أقول خلاص يا بت يا نعناع، اليانصيب هيصيب وبرضه ما بتكسبش. ده أنا لو كنت حوشت الفلوس اللي أنا اشتريت بيها الورق ده كان زمان اشتريت بيت. هيبقى عندك البيت والتذكرة، ومين عارف يمكن حظك يصيب المرة دي وتكسبي البريمو. بريمو ايه؟ ما انا خلاص حظي صاب، وجودك جنبي بالدنيا وما فيها. مش هتحسي بيها. ما في حتى اشوفها كتير بخاف. انا ايدي خفيفه او كانت يعني، بس بقالي فتره ما اديتش حقن، فهجرب فيكي دلوقتي. فريد هاتي ايدك. شفا، في حمى منتشرة الأيام دي، وفي الغالب نقلت لك العدوى وانتي في المستشفى. أنا نقلت سرير النادي عندي في الأوضة وانتي نايمة. بس ما فيها تنام بعيد عني. هي برضو؟
ولا انت مش هتعرفي تنامي من غيرها؟ معلش يا عايدة، بس نادية ممكن تلقط المرض بسهولة، فالأحسن إن أنا نعزلك في الوقت الحالي. أنا كان من رأيي إن أنت تروحي المستشفى، بس أنا عارف إن أنت مش عايزة ده. أنا هتفق مع ممرضة تجيلك كل يوم لحد ما تخفي. ونادية أنا هحاول أظبط مواعيد شغلي، اتفقت مع نبيلة إنها تبعت البنت اللي عندها عشان تقعد بيها. عايدة ما تفكريش في حاجة، أنا هتصرف. أنت بس نامي دلوقتي عشان ترتاحي شوية، لو احتاجتي أي حاجة انديلي. مفيش بيها جنب الشباك. ما تخافش يا سيدي. اسمعي كلامي وبس. هتعرفي تغيري لها؟ الممرضة هتيجي كمان ساعة. هتقعد مع مدام عايدة. ما تعمليش حاجة في البيت. خليكي مع نادية بس. طيب ولما ميعاد الغدا يجي؟ أسيبها في أوضة مدام عايدة لحد بس ما أحط الأكل تحت وأرجع لها؟ هتسيبيها فين بس؟ مدام عايدة في عزم، ما ينفعش حد يدخل لها، لا أنتِ ولا نادية ولا أي حد تاني. طب والممرضة؟ اتفضلي قدامي. Daria. سعيد، عايدة عاملة إيه؟ تعبانة جدا، وأنا للأسف لازم أروح للمستشفى، وسايب نادية مع نبيها وده قلقاني جدا. عندك حق، نبيها دي ملهاش نصيب من اسمها خالص يا حرام. قصدك تهريني زيادة؟ لا مش قصدي، أنا آسفة يا فريد. طب لو مش هتغيب في المستشفى خليها تجيبها وتيجي تقعد هنا ويبقى قصاد عين. صعب البنت تفضل طول اليوم في الشارع، وانا بصراحه عندي عمليه ممكن اتاخر. انا كنت جاي اطلب العكس، لو ينفع تروحي تقعدي معاها في البيت لحد ما ارجع. انا فعلا قلقانه على البنت معاها. خلاص ما تقلقش. متاكده؟ الحق عين ايدك. ميرسي يا صوفيا. طب في ايه اكتر من ان انا شيعت له وقلت له ان انا عايزاك ضروري وبرده ما جاش؟ عنده اشغال. قال هيعدي عليك بكره ولا بعد. ما انا عايزه اتكلم معاكم مره واحده. لقيتي شغل جديد ولا هترجعي شغلك القديم؟ دول بطاطس دي فاكهه تعجبك قوي. طب ينفع تجيبه في ايدك بكره وتيجوا؟ عشان عايزين نتلم كده. انت هتخشيني ليه؟ ما تقولي في ايه؟ في بسبوسه تستاهل بقكم. هجيب لك حتة منها بس خلص طبقك. ايه؟ هو انت عايزة فلوس؟ هو احنا ما ينفعش نعوز حاجة من بعض يا منصور غير الفلوس؟ لا ينفع، بس لما تفضلي تلفي وتدوري وما تقوليش انت عايزة ايه يبقى لازم نقلق. الموضوع ما فيهوش اي قلق ولا مستاهل قلق. وكل حكايه اصل انا جايلي عريس.
انتوا قافلين بدري النهارده ولا ايه؟ لا واخدين ساعة راحة. راحة ليه؟ انت تعبانة؟ لا ابدا، راحة يا عزيز عادي. انت كنت جاي عايز حاجة؟ لا ابدا، وانا مروح بس نفسي راحت الكاكاو بتاعك. تعالى بكرة الصبح اشربه مع فريد لو تحب. عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. Thank you.